بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار هذه المسيرة النضالية، المسيرة رقم 3 اللي هي تلحقوا بأحد النضال على الحقرة وعلى التهميش اللي تتعاني جميع ديال ولاد زمام، وفي هذا الإطار هذا حنا الحمد لله هذه المسيرة هذه اللي هي سلمية. حنا جينا من مشينا على الأقدام حوالي 14 كيلومتر من ولاد زمام، وباش نمثلوا هاد الساكنة ديال ولاد زمام المتضررة من الشارع الرئيسي اللي تنعانيوا منه وتنعانيوا من هاد الحقرة وهاد التهميش، سياسة الإقصاء، سياسة التهميش، سياسة الحقرة، طريق مغبى. الناس كيعانيوا في الجماعة ديال ولاد زمام وكيعانيوا بواحد الشكل كبير اللي أصبح المار، وكل من يمر من الجماعة ديال ولاد زمام يعني التفتوا إلينا كأن ولاد زمام لا تحملوا رجال، لا تحملوا أطفال، لا تحملوا شباب. والحمد لله هذا الشباب ديال اليوم اللي هو تيمثل واحد فعالية قوية ديال المجتمع المدني الساكنة ديال ولاد زمام. وجينا الآن حنا باش نحتجوا أمام العمالة باش نوصلوا صوتنا للسيد العامل، لأن ما لقيناش اللي استقبلنا حتى لا من السيد الرئيس ولا من السيد القائد ولا من السيد، ولكن الحمد لله الآن حنا على الأبواب ديال العمالة باش ناخذوا هاد نوصلوا الاحتجاج ديالنا ونوصلوا الصوت ديالنا باش ناخذوا حقنا. واش كان شي باب ديال الحوار في هذا الإطار هذا؟ باب ديال الحوار ما كان مع السيد القائد إلى حدود الساعة أن حاول باش يصدر لنا واحد اللجنة ديال خمسة ديال الناس وباش نوقفوا المسيرة، إلا أن بعض الأشخاص بعض الجمعيات ديال المجتمع المدني فعاليات ارتأوا باش يحاولوا باش يعني يواصلوا المسيرة ديالهم ويواصلوا النضال ديالهم حتى الباب ديال العمالة. قدمنا الصفة ديالك، واش فاعل جمعوي؟ واش فاعل جمعوي؟ عبد الله الصالحي، جمعية أمل للبيئة والتنمية الاجتماعية بولا زمام، والحمد لله تمثل فعاليات ديال المجتمع المدني. حنا عندنا غيرة على البلاد ديالنا، عندنا غيرة على الدوار ديالنا على سميتو، وهذا اللي كاين. شكرا.